بطبيعه الحال تيشكل خطوره، لان دابا الفيروس يلاه في الاوج ديالو، اذا خص دابا المؤسسات كلهم يوجدوا رؤوسهم ويكون تباعد ويكون واحد العدد ديال الامور خص توفرها المؤسسه. ولكن المؤسسات في ظل هذه الجائحه هذه راه تنظن شي بانهم غادي يلبيو كاع هذوك الحاجيات باش ايفيتيو هذاك المشكل ديال كوفيد 19. السيد الوزير قال بانه 80% إلزون اوبتي باش يكون حضوري، اذا حتى حنا ماشي مشكل، حتى حنا نديرو معهم التجربه ونشوفوا. انا تنصحهم انهم كانوا يتريتوا يأجلوا شويه الدخول المدرسي حتى مثلا شهر 12 ونشوفوا ديك الساعه الا داز سميتو وما كاين مشكل. بالنسبه لهذه الفكره حنا غادي نتوكلوا على الله ندخلوا حضوري، وإلا بانت شي بؤره ولا بان شي مشكل ونتوقفوا. حنا غاديين مع الامور على الله تكون ميسره، وكنشوفوا الامل كاين الامل باش غادي يكون الحضوري ناجح ان شاء الله. وشويه ديال الاحتياطات ضروريه، التباعد والكمامه والغسيل ديال اليدين هو اللي غادي يفكنا في هذا الشيء ان شاء الله. والضروري الدراري الا ما حضروش راه ما يستافدوا والو، وعن بعد هذاك الشيء راه جربناه ما عطاش نتيجه مزيان، لان الدراري كيلعبوها في الدار ما بقاش كيقراو. نصيحه نتعاونوا كاملين باش ان شاء الله تنجح هذه العمليه ديال القرايه ديال الدراسه ديال 21 20. التعليم الحضوري الى ما طلعت فيه شروط السلامه ديال هذا الوباء، يعني حقيقه حتى كيشكل الخطوره على التلاميذ. ولكن بالنسبه اللي شفنا حنا دابا في المؤسسات الخصوصيه، بعدا بالنسبه للمؤسسات الخصوصيه راه الشروط ديال السلامه موفرين 100%. كيف كنشوفوا دابا الترونسبور ناقصين 50%، لا اقسام ناقصين فيهم 50%، دايرينهم 15 تلميذ لكل قسم. وبالنسبه اللي اسمه الممرات والمعقمات والمسائل ديال التطهير كلشي موجود الحمد لله، موفرين عندهم داك الشيء. والتعليم الحضوري راه هو فاش كيستافد التلميذ، وما التعليم عن بعد لا راه ما كيستافد منه التلميذ والو. الناس اللي كيقولوا لك التعليم لا وقفنا على اولادنا في المدارس الا مشاو ليهم ولا راه التلميذ الا جلس في الدار ما غاديش يجلس في الدار. دابا التلميذ من نهار ترفع الحجر كخرج كيلعب على برا مع اصحابه مع الدراري ديال الحائمة بدون كمامه بدون شروط وقايه بدون، اذا الاولى باش يمشي للمؤسسه ديالو فين كاينه الحمايه، فين كاين المؤطرين. المؤطرين كياطروهم بعدا كيوروا لهم كيشرحوا لهم شنو هو بعدا هذا الوباء اللي ما عمر التلاميذ حضروا لشي دارس في شي قسم ولا في شي مؤسسه من نهار بدا. دابا التلاميذ غير كيسمعوا به، وربما دابا الا دخلوا مؤسسات والمربين ديالهم والاساتذه ديالهم غادي يعلموهم غيقولوا لهم شنو السبب، اشنو هو هذا المرض، اشنو خصهم يديروا. وربما التلاميذ غادي ياخذوا احتياط وغيكونوا سفراء لوالديهم باش يوصلوا لهم داك الشيء اللي كيتقال لهم في المؤسسات، باش يربوا ينبهوا والديهم ينبهوا خوتهم اللي ما كيقراوش، ينبهوا الشارع حتى هما. لان التلميذ البراءه ديال التلميذ واحد الوقت اللي كيفسر لك التلميذ ويقول لك اش خص دير اش خص دير، كتصنت لك اكثر من كتصنت لشي واحد اخر كبر منه. لهذا التعليم الحضوري انا في نظري راه ما كاينش حتى شي خطوره بالنسبه للتلميذ، ما عدا كيف قلت لك على برا ديال المؤسسات، ذاك الاكتظاظ اللي كيكون الساعات خارج المؤسسات هو اللي بالنسبه للمؤسسات العموميه. مو بالنسبه للمؤسسات الخاصه راه نتمنوا على الله ما يكون ماشي نتمنوا على الله، شفنا ذاك الشيء ان شاء الله المؤسسات الخاصه راه قائمين بالواجب احسن قيام. وهذا الشيء اللي بغينا نتمنوا من عند الله سبحانه وتعالى رفع علينا هذا البلاء وهذا الوباء في اقرب وقت ان شاء الله، وترجع الامور الى نصابها ان شاء الله، وكل شيء قرب كما والف فين يقراوا الناس. نعم كيشكل خطوره ولكن بالنسبه متفاوته على حسب الاجراءات اللي غادي تاخذ المؤسسه. اذا كانت المؤسسه تاخذ الاجراءات جد صارمه راه غتكون نسبة ضئيلة، إذا كانت المؤسسة غتهاون في الإجراءات ديالها راه غادي تكون النسبة كثيرة شوية. النصيحة ديالي نصيحة للجميع بالنسبة للأساتذة والأطر كاملين والآباء حتى هما خص الدور ديالهم يكون في تخصيص الأبناء ديالهم، وهادشي خص يكون تضافر للجميع باش تكون الدخول المدرسي يكون فيه اقل ضرر. من طبيعة الحال غادي تكون خطيرة، من طبيعة الحال كاين الخطر، انما واحد الخطر كاين في البلاد راه كاين في جميع
المجالات. الرسالة موجهة للإنسان، خص الاحتياطات من جميع المسؤولين، من جميع الأطر، من جميع الآباء. لا تنسى الاشتراك في القناة وتفعيل الجرس ليصلك جديد ريمال تيفي.